السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو جديد في لعبة ميتنتو الرسمي، آخر فيديو سويناه قبل 10 أشهر أو 9 أشهر ما أتذكر، يعني قريب ما بقى شيء على العام. كنا نسوي بتوت للناس اللي ما كانت تشوف بتوت. حاليا رجعنا نصور فيديوهات خاصة في سلسلة شامان. إن شاء الله الفيديو يعجبكم، الفيديو راح يكون طويل إن شاء الله، مشاهدة ممتعة. أوكي باك، خل هذا النينجا كل مرة لازم أفشح له صناديق. صناديق هذه لازم أطلع منها حراس، كأني ما شحنت نقود تنين في الوقت المناسب علشان أفتح تيجي العجلة كل مرة، لكن حدي ما العجلة مو كويس، كل مرة أجي أتح العجلة ما يطلع شيء. أتوقع في عندي خاتم قوي ضد وحوش في الحساب هذا 15 يوم، بس ما أبي أستعمله حاليا، يمكن أشحن بعدين تقريبا نقود تنين، وبعدها إن شاء الله بنزل، أحاول أنزل حراس كمية أو شو اسمه حراس تعويضة نظر، تفيد كثير قوي جدا، أحسن من الحراس. لحد قهرني، شريت في الشامان تقريبا 4 صفحات كلها تضيع. أوكي فاتح تقريبا أكثر من 20 صندوق، لكن شيل هذه، لكن كلها فاشلة. الحظ يشفط لي، شفت اوف نايس، هذه كويسة. النينجا عندي يقدر بدون تعويضة، أو لكن من الأحسن أجيبهم علشان ما أضيع تفعيلات. لما ركبت قفاز سوينا المهمة في 8 مواتين، صار مفيد جدا، زادني تقريبا 800 أو 900 في الضرب في استيعاب حياة، تفيد كذلك. والله ندور العجلة نشوف الحد، يلا ميدالية، ما في ميدالية. هانت نار 250 فويس نايس، يعني ما يبن الهالة. نسالي زجاج علشان تاني، بحاول يا شباب اطور الدرع اللي معي ليفل 105، ادري انه درع فاشل لكن كتسليك ابي اسوي به مهمة القفاز في الشمال، وما ابي اشتري درع ليفل 115. في دروع ليفل 115 مره فل هجوم سحري وبرق وحياه واستيعاب زائد 9، لكن شوفونا غير مناسب. ابي اجيب واحد ليفل 120 جاهز في سونغ ماي وقوي ضد الوحوش مع امه الاضر المهرة، ادري انه غالي لكن بحاول اجيب واحد رخيص. اوكي والله التطويرة هذه ذكرتني ايام ميتنتو الرسمي العربي. أيام الدرع كانت تسوى، هذا الدرع لما كان مع الناس كان يسوى كثير، كأنك عندك درع الأفعى زائد 15 دحين. فاشل زايدين نسبة الفشل في الدروع ليفل 105، ما بالك ليفل 120. اوكي زائد 5 فشل،
ترى الدرع اللي في 105 بس يطلب شظايا رخيصة جدا، شوفوا فاش اللي يفشل هي شوية مواد، فما بالكم الدرع اللي في 120 اللي عنده متطلبات مرة غالية. الواحد إذا لقى شي جاهز أحسن له. بحاول أجيب درع أنا أفعال زائد 9 على الأقل. أدري أن عتاد الشامان أغلى عتاد في اللعبة، هيك صعب شي حصل عتاد فل بسعر كويس، صعب جدا. خلاص الشظايا، اوكي الشظايا هون، المرة دي راح ينجح. يلا لما نجح راح نطور العداد مباشرة. كفو زائد 7 نكمل. لا اوكي العدد لازم ندخل شوية الكاش فلو اوريدي. لما كنت شاحن كمية لسه معي نقود في حساب اخر، لكن الاشياء هذه كنت شاريها بالشمال، كمية صناديق جراء حد اخضر، طلعت فوق هذا كمية مو كمية لكن شوية شوية تنين. حسن كاشمير alright good حزمة. خلينا نشوف نقدر خلي يمكن أبيهم على حساب آخر. أحاول أنزل شوية حد أخضر وأحطهم في المتجر. اوكي ده كافي. اوكي تمام. متجر سينيور عاد اليكم. اوف حطيت الشعل الرخيصة، في واحد كان منتظر بس افتح متجر ويشتريهم. شوف على طول طاقه تفتح الشراهم على طول. اوكي باك شباب شريت ازياء. راح نبدا في مهام الشمال، زمان ما لعبتش الشمال قبل 6 اشهر ما لعبتش بيه اتوقع، ميو ما طورش الليفل واحد البطل. المشكله فيه يا شباب ان الايفي استثمار ايفي انفستمنت كبير. مهم ان شاء الله شوي شوي راح نضبط اتشادو. اهم شيء استمتاع باللعبة، في الصعوبة استمتاع. خلينا بعدين نفتح الحظ، شوف اسعار ازياء دحين. لاحظت ان في المرض السابق ان مقاومة النار مو مهم لديك الدرجة، يعني اهم شيء في مو القلعة المهجورة، الخريطة اللي بعد القلعة المهجورة فيها وحوش يطلبون مقاومة النار، لكن اهم شيء اللي لاحظت انا استيعاب نقاط الحياة، صد الهجوم عن قرب، ومقاومة السهمي تفادي السهمي، هذه اهم ميزات. اما مقاومة النار في تكميلية تلعب فقط 10% او 20% في الدفاع. ويمكن يعني يمكن احول الشامان هذا لشامان تنين، لكن اذا كان راح يكلف بادي كبير لاني راح اعيد الصد والدفع وكل شيء والطارد تشري طار من جديد وكوشب غالية، يمكن اشوف حساب تنين جاهز ليفل البطل جاهز بالأوامع أو الممتازات ويجيبوا إن شاء الله أحسن ما ألعب بهذا. هذا صعب صعب جدا صعب. وأشوف كثيرين دحين يستعملون شامان تنين.
من ناحية موازنة الدفاعات والهجوم شامان تنين أحسن، يعني لأن الناس تركز شوية، 70% اعتاد هجومي والآخر دفاعي، مقارنة إذا كان معك شفاه لازم توازن الهجوم مع الدفاع. وفوق هذا عندك شو اسمه التخريب، مثلا إذا أنت قاعد تستقطع أو تسوي زراعة معينة في ناس يخرب عليك، إذا معك تنين يا سلام، فأنت أوريدي معك شوية دفاعات. يلا يلا حراس مرادية تطلع، خسرت أكثر من صفحة من الحد الأخضر، راح حراس ناوي تطلع، في العادة تطلع من 6 حبات أو 10 حبات، فين حال فما تطلع. للناس الخبيرة في الشامان أعطونا رأيكم في التعليقات، يعني واش أحسن شي نكمل بالشامان شفاه هذا ولا نحول تنين. وبالنسبة لليهارة لسه أنا ملخبط من بين واش يعني أحسن عتاد، اللي أدري أن كل خريطة لها عتاد معين، لكن واش العتاد الموحد اللي تقدر تدخل بيه تجلب بيه زعماء هناك. أوكي نايس، كنت بغير. يلا يلا يلا، حد حراس نايس، كفو أخيرا حراس تم. رجعنا مع قارة اليوهرة، قلعة الماء فين مقاومة النار، متطلبات لسه ما عندنا كلها، لازمني 15 قوة و10 حيوية، 20 ذكاء و15 مقاومة. اشتري على واتسونغ ماي، مرة غالية، شهر بس يوم كويس، يوم كافية بالنسبة لي. هذه للناس اللي تطلع للأساطور الصعب والسهل، مركز زراعتها على اليوهارة. الشمان دحين صار جلاد بس بلوامس. اوكي كويس، على العموم عشان كويس. المرة اللي فاتت اخذ مني وقت كثير عشان اكسر البؤر وفوريات وجرع وكم شغلة، دحين راح اسوي شيء. جبت تلقائي بخلي الحساب يجمع متطلبات القفاز وحده، يبقى يوم يومين أسبوع أسبوعين، I don't care، مهم حاطه تلقائي. خليني أركب حذاء علشان ما أحتاج فوريات كثيرة، ما أستهلك. خليني نشري شوية، أشوف هذاك الوحوش الكلاب البرية اللي فيها مقاومة الظلام تدمج الحساب شوية، بجيب لها شوية مقاومة الظلام.
لا سيق علينا شوية ضرر. بشوف جرعة خضراء عشان تربي سريع. أضعف وحوش في اليهارة شوفوا كم تحتاج لهم. هذا ما وصلنا عند زعيم اللي يطلع مفاتيح ولا حتى لدرجة شوفوا ما بقى عندي حتى خامة أدوية الكيمياء. بضطر أشتري من المتجر بجدد منها. نايس. ست مهارات لهذا أنا أشوف ناس كل زراعة في اليهارة تفعيلات، يجيب لك تفعيلات قوة جليد نار أسماك فوريات جرع خضراء دبل هجوم تنين دفاع تنين حياة تنين ذكاء تنين كل شيء التفعيلات كلها هذه تفرق في دفاعك في هجومك. يعني انت داخل اليهارة بشخصية غير الصورة جهز حالك تستثمر التفعيلات. دحين انا حاليا 20 ون راحت بالتفعيلات كأنك شاري جرعة خضراء أو جرعة حمراء تصير واحد تتطور في العناكب. هيك ناخد المثال في القارة. أوكي قسيمتين في زلاجة، لاحظت أن في زلاجة في المتجر نقدر نشتريها راح تفيدني كثير إن شاء الله في الشمال. بحاول أشتريها دحين. أوكي جميع بنود نشوف الزلاجة. لوح زلاجة نايس. أول مرة أجربها يا شباب ولما رقد شريتها لأني ما كنت محتاجها. توقعت يزيد تفرق في الضرب فوق لما تكون فوق تفرق في الضرب وفي المهارات. راح نجرب ونشوف. أشوفها إضافة حلوة من اللعبة، بس ياريت لو يخلونها بشكل دائم في اللعبة، ما يخلونها كل مرة يدفونها شهر ويشيلونها عام. فقط لنا غرض واحد ونخلص المهمة. تمام الحين خلص المهمة الأولى، باقي بس أحجار روحية توقع المهمة الثانية وناخد رخصة القفاز. أوكي تم خلصنا مهمة بسهولة هذه المرة. أخسر القفازات. الحساب واصل لليفل 1 البطل ولسه ما سويت مهمة الحصان. يمكن ما راح أسويها بس أحتاجها ضروري دحين. وينها أيام إذا تبي تجي للدراسة دور يبغالك تطلع أنت ومجموعة عشان تقدروا بس تجلدوه. الحين بسلاح زائد صفر يقدر تجلده بسهولة. الحين الأمر لا ينطبق على خرائط اليهارة. في الأول كانت الناس تطلع مجموعات، شوية صار يطلع كل واحد سولو. شوية راح تلقى زعماء انضافوا في اللعبة وصارت اليهارة سهلة. مش هتوقع على المدى البعيد المو قريب.
خلينا نشوف الصناديق وش راح تطلع لنا. كتاب هذا اللعب بعد طرد الأول. نايس، أهم شيء ختم نقل أحتاجهم. ختم نقل آخر. أهم شيء طلع لنا ختم نقل. كويس. فضولي روح. ماني بيك يا فضولي. لسه معي صناديق من يوم آخر طلعة قبل أسبوعين أتوقع طلعت ميلي. نفتحهم. في الفترة الأولى كنت أبيع صناديق ميلي، لكن حاليا ما صرت أبيعهم. لقيت أنه زي إذا تفتحهم إذا خسرت ما راح تخسر كثير، إذا تفتحهم يمكن تطلع ربح أكثر من أنك تبيعهم. تفك متجر، تفتح متجر مميز، تجيب عيانك ضريبة، يعني أحسن شيء تفتح صناديق ميلي. أحسن بيعهم. فإذا خسرت في الصندوق راح تخسر 10 مليون، لكن راح تعودها في الكمية. لما تكون تفتح كمية ما راح تخسر كثير، ويمكن يطلع لك شعلة تنين كمية. متجر مميز خلص عندي. خليني نشوف، فتحت واحد حق يوم نشوف الحصيلة. هل انباع شي؟ نايس، انباعوا الصناديق والشعلة التنين، بس باقي التعويدات والمروحة. حصيلة اليوم 20 مليون. حصيلة الصناديق 900 مليون. صد جي 9، ما بقى شيء على قلبي. خليني يا شباب بعد أتوقع عام خلصنا شي جراب في النينجا سينيور. الحين صار شي جراب فينش، خلصناه 161 هجوم. اوكي، عندك صناديق. صناديق هيدرا. اوكي، الشري قريب راح تشوفون نينجا او شامان يجدد الهيدرا ان شاء الله، لانه زعيم كان يسال دحين زعيم متوسط، ما صار بديك القوة اللي نعرفها. خلينا في النينجا، احتاج لامع ابيض وسلاح وتعويذة، بصير اقدر على هذا. الشامان يبغى لي ممتاز ابيض وتعويذة وش اسمه درع، راح ينجلد جلد. يمكن أضبط له الشامان أحسن. حاليا بحاول أحط الشامان تلقائي لي في القلعة المهجورة، بطوره علشان أخذ نقاط الوضع سوق ما هي. في نفس الوقت بحاول أقرأ كتب ميزة المهارة 7 وأشوف باب أقوياء. شوف يا شباب هذا المرافق عشان فيه صد الهجوم عن قرب، حاول اخليه علشان تلقائي ما يكون ضربهم قوي ان شاء الله. نايس، فرص الهجوم 13، كفو والله قوي. 10 المرافق تسليكي ورخيص. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. اذا عندكم مقترحات او نصائح خلوها لنا في التعليقات. بالنسبة للجيف اواي
بس اشترك وسوي لايك واكتب تعليق باسمك في اللعبة العربي او التركي، وان شاء الله الفيديو الجاي راح نوزع الهدايا، يمكن تكون 10 وون للفائز الاول، ثاني ثالث 5 وون، تقدر تكون اكثر على حسب، راح نشوف ان شاء الله. مشاهدة ممتعة والسلام عليكم.